تمكن فريق المجمع البترولي لكرة السلة من تحقيق فوز مهم أمام ضيف اتحاد الصيف بنتيجة 77 نقطة مقابل 65 في ذهاب نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة في انتظار مواجهة العودة في الصيف التي ستكون حاسمة لتحديد بطل الجزائر. محمد قريشي كان حاضرا بقاعة حيدرة وعاد بالتصريحات التالية. كنا منتظرين هذا الرياكسيون اللي عند المجمع البترولي، لانه اليوم كان لازم عليه يفوز، لانه الفائز اليوم راح يبدي مشوار تاع السلسله هذه تاع ثلاث مباريات تكون عنده اسهل، خاصه هو اليوم يلعب في ملعبه امام جمهوره. On a essayé de faire du mieux possible. Ça s'est pas passé ce soir, mais on espère au prochain match la victoire. المجمع البترولي عنده ارماده كبيره من اللاعبين، صعب كبير أن نفوز عليها مرتين، اون بليس حنا درنا ذهاب الى سطيف وعاودنا ولينا، هذا اللي اثر علينا بزاف بزاف. نظن انه كنا كومام لاباس، خممنا اللي خممناه اللي عملناه اللي تحضرناه كان اليوم في الميدان. الحمد لله كما يقول لك ربحنا الماتش هذا، لي ماتش كيما هكذا ما نستحقوش حنا يكونوا 20 بوان ولا ليسونسيال فيكتوار، هكذا باش نكونوا بري نهار الجمعه ان شاء الله. هكذا باش تكون لابريسيون عليهم هما ما تكونش علينا حنا. يعني اليوم حققنا الفوز يعني في المرحله الاولى، يعني هذه نقدروا نسموها يعني لا بريمير ميطو، يعني الشوط الاول. يعني مازلنا ان شاء الله الماتش العوده في الصيف نهار الجمعه ان شاء الله، وين ان شاء الله نحققوها تما يعني في الماتش الثاني ان شاء الله لا قدرنا.